اسمك ايه؟ اسمي محمد. النقابه بتاعتنا اي واحد محجوز في مستشفى بيروح يديله 20 جنيه ويمشي. اللي محجوز في المستشفى بيديله 20 جنيه. نقابه ايه يا فندم؟ النقابه العامه بتاعتنا بتاعت شركه الميه 20 جنيه بيسيبوها للي مريض في المستشفى. وانت عامل ايه يا حبيبي؟ ويحط له 20 جنيه تحت المخده ويمشي. النقابه مالهاش اي دور مع العمليه. وده الكلام ده حصل معايا انا. النقابه مالهاش اي دور. الكلام ده حصل معايا.